سلام البنات، كنتمنى تكونوا مزيانين. في الفيديو ديال اليوم جبت لكم واحد الديسير اللي هو شهير بزاف، اللي هو التيراميسو، بطريقه جديده وسهله بلا بيض. كنتمنى انه يعجبكم. لهذا الديسير غادي نحتاجوا البسكوي ديال التيراميسو اللي هو هذا على شكل ديال الاصابع، غادي نحتاجوا قهوه معصره، غادي نحتاجوا 4 ديال المعالق ديال السكر كلاسي، والسكر على حسب الذوق، تقدروا تزيدوا تقدروا تنقصوا، 200 مللتر من الكريمه السائله، كيس ديال الفانيلا خنيشه ديال سكر فانيلا، الجبن ماسكربون. انا ما جبرتش ماسكربون واستبدلته بهذا الجبن هذا الكريمي، تقدروا حتى نتوما تستبدلوه باي جبن كريمي، فيلادلفيا ولا جبلي او لأي جبن متوفر عندكم، ولكن كيبقى من الاحسن ماسكربون لانه هو اللي ديال التيراميسو. وكاكاو، بودره الكاكاو للتزيين باش غادي نزينو. واذا ندوزو مع الطريقه، في اناء كبيت الكريمه السائله وغادي نضربها بالضراب الكهربائي حتى تعقد، غادي نزيد لها السكر كلاسي بالتدريج شويه بشويه حتى تعقدنا الكريمه. وها هي الكريمه ديالي من بعد ما عقدات، دابا غادي ندوز باش نحضر الجبن. في هذا الاناء عملت 250 غرام ديال الجبن، وغادي نزيد له خنيشه ديال السكر فانيلا، وغادي نضربه بالطراب حتى هو كنضربوه بالضرب حتى الجبن كيطلق راسو وكيدوب معاه ديك السكر فانيلا. ودابا عندي غنبدا نضيف الخليط ديال الجبن للكريمه شويه بشويه ونخلط من فوق لتحت، وغادي نبدا نخلط. انا ما عندي كيفاش نعمل نهز بهذه الزلافه لان كنصور بواحد اليد وكنخدم غير بواحد. اذا غادي نكمل التخليط وغادي نرجع لكم باش نكملو. من بعد ما ضفت الجبن على الكريمه وخلطتهم، دابا جبت الكؤوس ديال التقديم باش غادي نبدا نحط في كؤوس ديال التقديم. انا البسكوي هنايا ديجا قطعته مسبقا قطع صغارين، وغادي نبدا نغمس في القهوه غير شويه من فوق ونحطه في الكيسان. دابا غادي نجيب الكريمه نبقى نضيفها للكؤوس، واذا عندكم جايب الحلواني تعملوا فيهم الاحسن غادي يساعدكم. غادي نزيدو الطبقة الثانية من البسكوي،
وها هو التيراميسو ديالي من بعد ما وجد، رشيته ببودرة ديال الكاكاو وتزوقته انا بهذه الطريقه. تقدروا تزيدوا فوق منه فريسه، تقدروا تزيدوا فرامبواز، الذوق كيبقى حسب الذوق. انا خليته هكذا كلاسيكي. وهذا كان هو الفيديو ديال اليوم، هذا هو كل شيء. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم ما تنساوش تضغطوا على ابوني وتضغطوا على جيم. وشكرا بزاف، وموعدنا في فيديو اخر.